صباح الخير، كيف حالك اليوم؟ إن شاء الله في مادة اللغة العربية رح نبدأ بأتحدث لدرس الذهب والتراب. تأمل الصور أمامك ثالث عشان نتحدث عن كل صورة. في الصورة الأولى كما تشاهد، سارة الأخ الصغير الذهبة والكبير الأرض. كما ترى الأخ الصغير محتار في الأرض ولا يريدها، يريد الذهب. أما في الصورة الثانية، زرع الأخ الكبير الأرض واعتنى بها ليحصل على المال منها. أما في الصورة الأخيرة، شجع الأخ الكبير أخاه الصغير وقال: هيا نكسب رزقنا الكريم من أرضنا الطيبة. رح تكتب عند كل صورة يا ثالث زي ما كتبنا أتحدث. رح أقرأ لكم إياهم بشكل سريع. الصورة الأولى، اختار الأخ الصغير الذهب والكبير الأرض. الصورة الثانية، زرع الأخ الكبير الأرض واعتنى بها ليحصل على المال. أما في الصورة الأخيرة، شجع الأخ الكبير أخاه الصغير وقال له: هيا نكسب رزقنا الكريم من أرضنا الطيبة. هكذا بنكون انتهينا من أتحدث ثالث. يعطيكم العافية.